بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح أقوم بشرح كيف تصميم خزان مياه كونكريت مستطيل الشكل فوق مستوى سطح الأرض. لو افترضنا أن الخزان عندي ارتفاعه 4 متر، القاعدة أبعادها 10 متر ب10 متر. خلينا نشوف كيف بنرسمه على الساد. أول شيء طبعا بغير الوحدات، نعمل نيو موديل، جريد أونلي، X direction نحط 2 grids، ال Y 2 grids، وال Z نفس الإشي برضو. في ال X 10 متر اللي هي بعد القاعد الأول، ال Y 10 متر، ال Z 4 متر اللي هو ارتفاع الخزان. هي أوكي. بعرف أول إشي materials اللي هي المادة التي سيتم بناء الخزان منها اللي هي كونكريت، بعدل عليها الكثافة أو ال unit volume 25، ال F برايم سي بعتبرها 28000، والمودولسي اوف الاسيستي اللي هو 25E6، 25 في 10 قوة 6. هي اوكي. نعمل ديفاين طبعا احنا شو في عندنا سكاشن موجودة في الخزان اللي هو مجرد اريا سكشنز، في عندنا وولز قاعدة معروف. راح اقوم بنمذجة خزان مغلق، فبنعرف ثلاث area sections. أول area section اللي هي بسميها roof، بحط نوع شلفك. السماكة بدي أعتبرها مبدئيا 0.4، طبعا ما دي كونكريت. هي أوكي. add copy، بدي أعرف ال walls، بعتبر السماكة 0.3. هي أوكي. كمان واحد اللي هو البيس شلفك، السماكة بدي اعتبرها 0.6، المادة كونكريت. هي اوكي. صار عندنا هون ثلاث سكاشن. طيب نعمل ديفاين. انا شو في اللود باترنز، طبعا انا شو في عندي لود باترنز. في عندي اول شيء اللود اللي عندي موجود اللي هو المياه ووزن الخزان، كلها نعتبرها ممكن نعتبرها ديد لود. الروف ممكن احط عليه لايف لود إذا كنت بتوقع إنه راح يجي عليه لايف لود. فأنا راح في عندي هون معرف ديد لود، الموديفاير إله واحد، الملتيبلاير إله واحد، فبالتالي مشان يحسب لي وزن الخزان بضيف كمان واحد اللي هو لايف من نوع لايف لود. هي آد. أوكي. بنعرف كومبينيشنز. طبعا أنا فيش عندي غير في عندي كومبينيشن وكومبينيشن 2 أكيد. لو كان عندي فقط اللود الموجود عندي فقط المي او كمان وزن الخزان، بس بعرف كومبينيشن واحد هو 1.4 ديد. طيب خلينا نعرف اللي هي كونكريت. هي اوكي. هي بعرف لي الساب هون تو كومبينيشنز عن طريق اد ديفولت. بامكان هون اعرف اد نيو اللي هو التيميت الماكسيموم من كومبينيشن 1 كومبينيشن 2 انفلوب. اوكي. طيب الان الوضع جاهز مشان اصير ارسم. بنزل تحت على القاعده، برسم البيس، بطلع على الليفل الثاني برسم اللي هو الروف، بروح على الواي زد برسم ايش الجدران والاكس زد. طيب الخطوة اللي بعديها بعين على الجدران وكل الأجزاء، بعملها edit، edit areas، divide areas، بقسمها لمشز. ممكن أعتبر السايز عندي نص بنص. بنزل على القاعدة XY، بحط اللي هو springs بمثابة التربة. بعين على القاعدة كلها، assign area، area springs. ال spring stiffness اللي هو ممكن اعتبره سيجما الاوبل ضرب 100، سيجما الاوبل اللي هي قوة حمل التربة لو افترضناها 300 كيلو نيوتن لكل متر مربع، بضربها في 100 عشان تطلع ال stiffness لل springs. بعتبر انه springs فقط بالقانون compression لانه هيك هي التربة. المكان spring بعتبره bottom تحت القاعدة، اتجاه انضغاط سبرينج انوارد. اوكي. الخطوة اللي بعديها ممكن ما اعملهاش، يعني مش ضرورية، بس
ممكن الاحتياط فقط نعملها، اللي هي نمسك قاعة الجدار ما يتحركش بالإكس والواي. طبعا احنا عندنا هون الأحمال كلها، فيش أي حمل ممكن أحرك لي إياه بالإكس والواي، إنه أي حمل عندي بأفقي ممكن في حمل آخر راح يكون إيش معاكس إله ويلغي. لكن مش مشكلة لو احنا أضفنا سبرينجز على الأطراف، جوينت سبرينجز، أساين جوينت سبرينجز عن طريق الجلوبال أكسس. هون هاي النقاط بحط لها سبرينجز اللي تمنع لي الحركة بالإكس، بحط هون الكي رقم كبير يعني ستيفنس عالي جدا، هي أوكي مشان أضمن عدم إزاحة الخزان باتجاه الإكس. نفس الإشي بختار نقاط العلوية أو السفلية، بحط لها برضو جوينت سبرينجز، بس هون هاي المرة بصفر الإكس بحط على الواي اللي هي رقم كبير مشان برضو أمنع الحركة بالواي. طيب هيك تم تثبيت الخزان، بإمكاني حاليا أحط اللود. طبعا في عندي على القاعدة اللي هو وزن المي، هي assign area load uniform load، حكينا انه راح نعتبره من نوع ديد، فبحط هون عندي القيمة بارتفاع الخزان 4 متر ضرب جاما للمياه، ممكن اعتبرها 10، فصير عندي 40 كيلو نيوتن لكل متر مربع. بالنسبة للروف، شو في عليه لود وزنه، بالإضافة ممكن يكون في عليه لايف لود، طبعا ممكن يكون عليه أي شكل آخر من أشكال اللود حسب، يعني حسب كيف احنا متوقع شو يكون عليه. أنا راح أفترض افتراض ما عندي إنه راح يكون عليه لود لايف قيمته 5 كيلو نيوتن لكل متر مربع، فراح أعمل assign area load uniform live load 5. اوكي ضل علي احط اللود على الجدران اللي هو الووتر بريشر، ضغط الجانب للمياه. كيف بنحطه؟ حكينا فينا 3 خطوات. اول خطوة اللي هي define joint pattern، بسمي هون فقط اسم المعادلة، بسمي مثلا water pressure، بعمل change name او add هي اوكي. الخطوة اللي بعديها بختار جميع جدران الخزان اللي راح يكون عليها الضغط الجانبي، تمهيدا لوضع معادلة البريشر عليها. فبس تأكيد او تذكير انه لازم اختار الجوينتس اللي بتكون ضمن هاي الجدران. فلو رحنا على اكس زد، هي اول جدار بختاره عن طريق الماوس مشان يختار لي النقاط بين الارياز. كل الجدران نفس الشيء، بنروح على واي زد، بعدين نعرف معادلة البريشر عن طريق assign joint patterns. هاي في عندي هون water pressure اللي عرفته أول مرة، عن طريق XYZ multipliers اللي في عندنا حكينا البريشر بعتبره عبارة عن معادلة تساوي AX زائد BY زائد CZ زائد D. بنعرف انه البريشر بتغيرش لا بالإكس ولا بالواي، بس تغير بالزد كل ما ارتفعنا لأعلى، يعني ممكن تغير عند البريشر. وبالتالي A B بعتبرهم أصفار، ال C هون حكينا في المحاضرة كيف يتم اشتقاق هاي المعادلة. بس بالإمكان إذا كان عندك أنت فقط البريشر موجود هو جاي من المياه فقط لحالها، بإمكان هون أحط ال C اللي هي نفسها الميل المنحنى أو ميل المنحنى للبريشر اللي هو نفسه راح يكون جاما بس بالسالب. الجاما المي عندي 10 فبحط سالب 10. الدي راح تكون هي ضغط المياه عند زد يساوي 0، يعني عند قاع الخزان راح يكون عندي 40، 10 ب 4 40. اوكي بتأكد انه عندي فعلا ضغط تحت 4 40، والضغط فوق 0 لازم يكون. الصفر بحطوش الساب هون، بعتبر انه في عندي ايش اصفار. الخطوة الأخيرة بعمل سيلكت مرة ثانية على الجدران كلها، ممكن اعمل سيلكت previous assign area load surface pressure. حاليا في هاي الخطوة فقط راح يتم وضع اللود surface pressure وليس uniform. ضغط المي بعتبره dead load، بحكي له بدي اياها عن طريق الجوينت باترن اللي عرفتها قبل شوي اللي هي المعادلة. water pressure بحط الواحد اساس يضرب لي 1 كيلو نيوتن بكل رقم اوجد لي على طول الجدار او على ارتفاع الجدار، هي اوكي. طبعا لازم اعرض 3D مشان اتاكد انه الضغط جاي من الداخل للخارج. بنلاحظوا انه في عندي جدارين، هي اول جدار هي ثاني جدار، الضغط جاي من برا وبالتالي لازم اختارهم واعكس اللود. هي بختار اول جدار، بختار الثاني، بنعيد بس اخر خطوة assign area loads surface pressure
بتأكد انه في عندي هون replace existing loads، بحط هون سالب واحد مشان يعكس ال pressure. dead load طبعا هي اوكي. هيك اللود صار كله من داخل الخزان. طيب الموديل هيك عندي جاهز، بامكاني اعمل له تحليل. بشيل الموديل لانه بيلزمنيش حاليا. run now. هيك التحليل جاهز. الخطوة التالية اني بتصير اقرأ هون ايش اللي هي الستريسز على الجدران وعلى الروف وعلى القاعدة. الستريسز اللي راح اقرأها هي عبارة عن الشير والتنشن والمومنت. طبعا في كل جزء من اجزاء الخزان لازم اقرأ جميع هاي الستريسز بالاتجاهين، اتجاه الافقي واتجاه الرأسي، او باتجاه الاكس واتجاه الواي. اول خطوة اللي هو لازم اقرأ الشير على جميع الاجزاء مشان احسب الثيكنس. الثيكنس وضعتها اول شيء في السالب هي عبارة عن ثيكنس اولية لازم يتم فحصها، او ممكن انا يعني احسب ثيكنس جديدة واحطها على الموديل، اضيف على الموديل. لو جينا مثلا على الجدار اللي هون، كيف طبعا بعرض الشير؟ بعرض V، فبروح على show forces and stresses على الشيلز من ال envelope او الالتيميت. بعرض V13. V13 طبعا ايش تعني؟ اللي هي الشير اللي بتغير باتجاه لوكال اكسس رقم واحد للاريا هاي. اوكي اللي هو راح يكون طبعا عندي الشير هوريزونتال. طبعا انا بعرف من بعرف يعني متاكد انه عندي لوكال اكسس واحد بيكون باتجاه يمين يسار يعني باتجاه افقي، وبالتالي V13 راح تكون هي الشير الهوريزونتال على الجدار. فلازم انا اقرا ايش اقصى شير موجود عندي على الجدار عن طريق الماوس، طبعا مش عن طريق السكشن كات، لانه السكشن كات اذا قرات عنه القيم في النهايه راح اقوم بعمل افرج الها، ومن هذا الكلام غير مقبول في الووتر تانكس خصوصا في المومنتس، لان لو اخذت الافرج اكيد راح يكون في عندك قيم ماكسيمم اكبر منها ومش راح يتم التصميم عليها، راح يتم التصميم على الافرج اذا اخذت سكشن كات. هذا الاشي راح يؤدي لوجود تشققات وبالتالي ممكن يتم تسريب مياه من خلال ايش الجدار. طيب خلينا نشوف قيمة الشير. هون عندي الماكسيموم شير على الأطراف أكيد راح يكون سالب 50 أو 55. هون في عندي تغيير نفس القيمة لأنه في تماثل. تمام، باخذ هاي القيمة بساوي ب 5 VC، بيكون عندي دي مجهولة. بطلع قيمة دي وبعدين بضيف لها الكفر، بصير عندي هيك قيمة H اللي هي سماكة الجدار. الخطوة اللي بعديها طبعا لازم برضو أشوف الشير باتجاه الآخر. شيلز احنا عرضنا أول شيء V13، بعرض V23 برضه من الالتيميت هي. اوكي انا عندي هيك الشير الهوريزونتال الفيرتيكال. نفس الشيء بقرا اقصى قيمه شير. طبعا بامكاني هون اشوف اقصى قيمه شير على نفس الجدار من ال V13 V23، اخذ قيمه واحده فقط اللي هي الماكسيمم من الجهتين واساوي ب 5 VC. هيك بطلع قيمه دي للجدار ومنها بطلع الثيكنس. الخطوه اللي بعديها طبعا هاي العمليه اللي راح اشرحها راح تنطبق على جميع اجزاء الخزان. طيب الخطوة اللي بعديها لازم أعرض اللي هو التنشن على الجدار. التنشن كيف نعبر عنه في الساب؟ اللي هو F11 أو F22. إذا بدنا التنشن هوريزونتال باتجاه لوكال أكسس رقم واحد بيكون نعرض F11، إذا نعرضه باتجاه الآخر F22. لو عرضناه من F11 هي أوكي. نفس الشيء بنشوف وين عندي أقصى قيمة التنشن. تقريبا اقصى قيمة عندي هون 87. التنشن طبعا ما بصمم عليه مباشرة، لازم شو اعمل اول شيء فيه؟ لازم اضربه بمعامل اسمه SD مشان يطلع عندي تي ديزاين. احنا التي اللي هون بنطلعها على الساب هي تي يو تي التيميت. لازم انا اصمم على تي ديزاين اللي بتساوي تي التيميت ضرب SD. من التي ديزاين شو بعمل؟ بطلع قيمة الاريا اوف ستيل اللي عن طريق مساواتها في 0.9 area of steel FY بيطلع عندي هيك area of steel. هاي area of steel بقسمها على طبقتين، طبقة من داخل يعني على الوجه داخل الجدار، وطبقة ثانية على الوجه الخارجي من الجدار. بعد ما أسلح بالتنشن
لازم اعمل فحص لسماكه الجدار مره ثانيه. اول مره انا حسبتها بناء على الشير، هاي المره الثانيه بدي اعملها فحص بناء على التنشن، والفحص بتم على المعادله الموجوده هنا. بطلع قيمه التنشن ان فاكتور، يعني من الديد لود وليس من الالتيميت، بجمع لها سي زائد اي اس زائد اريا سي من التنشن تقسيم اريا جي اللي هي الجروس اريا لمقطع في الجدار، ممكن اعتبر طوله متر واحد، زائد ان ان اللي هي المودولس اوف الاستيسيتي للستيل، على المودولس اوف الاستيسيتي لايش؟ للكونكريت، بيطلع 8 تقريبا في اريا ستيل للتنشن حسبناها قبل شوي. طبعا السي اللي هي عباره عن سترين للكونكريت ناتج عن وجود الشرينكج، ممكن نعتبره طبعا قيمته بوينت 3 في 10,000، بوينت 0003. تمام، بنحسب الجزء الايسر المعادله، لازم اتاكد انه اقل من ثلث جذر في برايم سي اللي هو الدايركت تنسايل كاباسيتي للكونكريت. اذا كان اقل منه معناته انا الثيكنس عندي وضعه تمام، ما بلزمهاش اي تغيير. اذا كان اكبر من ثلث جذر في برايم سي لازم ايش؟ ازيد سماكه الجدار. بعد ما اتاكد من سماكه الجدار وبعد ما صلحت للتنشن، بروح على الخطوه اللي بعديها اللي هي بشوف قيم المومنت على الجدار. طبعا نفس الشيء، في عندنا مومنت باتجاهين، اول شيء باتجاه الهوريزونتال اللي هو مومنت 1 1 برضه من الالتيميت، هي اوكي. هون طبعا بشوف وين عندي اقصى قيمه مومنت. هون فين طبعا ثلاث قيم مومنت اللي هي نيجاتيف وبوزيتيف ونيجاتيف. طيب فانا باخذ اقصى قيمه النيجاتيف مومنت على الجزء اليمين، بسلح عليها، برضو بشوف اقصى قيمه مومنت عندي هنا في الوسط وبسلح عليها، وبشوف اقصى قيمه مومنت عندي ايش على الطرف برضو بسلح عليها. نفس التنشن، قبل ما اسلح مباشره على قيمه المومنت اللي طلعتها من الساب لازم اضربها بفاكتور اللي هو اس دي ضرب ساي، مشان يطلعوا لي في النهايه المومنت ديزاين اللي راح اصمم عليه. اذا المره الثانيه التنشن والمومنت اذا بدي اسلح عليهم لازم اول شيء اخذهم من الساب من خلال الالتيميت، بعدين بضربهم بالفاكتورز المتعلقه فيهم. للتنشن بضربه في اس دي، وللمومنت بضرب اس دي ضرب ساي، بعدين بصير اصمم. طيب انا هيك طلعت حديد هوريزنتال من المومنت الهوريزنتال، شو بعمل فيه الحديد؟ بجمعه مع ايش؟ مع حديد التنشن هاي بالهوريزنتال. نفس الاشي في عندي مومنت فيرتيكال، بختار مومنت 2 من الالتيميت، نفس الاشي بقرا عندي اقصى قيمه مومنت. طبعا بما انه انا في عندي الخزان له روف، راح يكون في عندي قيمتين مومنت رئيسيات اللي هي عند القاعده تحت، بيكون عندي هنا بوزيتيف، وفي عندي هنا قيمه نيجاتيف. ماكس باخذ الماكس من البوزيتيف تحت وماكس من النيجاتيف اللي هي في الوسط، كل واحد بيسلح عليها. طبعا بعد ما اضربها بالفاكتورز هي اس دي مع بساي. نفس الشيء بضيفها لحديد التنشن اللي تم وضعه باتجاه الفيرتيكال. في نهايه العمليه لازم اتاكد انه عندي الحديد الافقي اقل من اريا ستيل مينيمم للهوريزونتال. بتعرف احنا في عندنا مينيمم ستيل هوريزونتال للجدران، في عندنا مينيمم ستيل فيرتيكال برضه للجدران بيختلف عنه، فانا لازم اشوف التسليح بالاتجاهين هل هو اقل من اريا ستيل مينيمم. طبعا كيف بقارن؟ نعرف انه احنا لما جينا سلحنا الجدار على طبقتين، طبقه داخليه وطبقه خارجيه، فكل طبقة فيهم هي عبارة عن مجموع ستيل من التنشن ومن المومنت. هاي الطبقة لحالها بقارن مع اريا ستيل مينيمم على 2. بس في عنا كم ملاحظة. أول إشي بالنسبة للحديد الفيرتيكال، زي ما حكينا في عنا عندي هون مومنت موجب، هون عندي مومنت إيش؟ سالب. إيش بيعني الحكي؟ بيعني إنه الحديد اللي هون المين ستيل راح يكون اللي بحسبه عن طريق المومنت الموجود تحت، بحطه من الجهة الداخلية للجدار يعني باتجاه المياه. اما الحديد اللي هون السالب بيكون ايش؟ باتجاه خارج الطبقة الخارجية للجدار. طيب نشوف برضه نفس القضية لنفس لكل الجدران نفس الاشي، بيتم برضه بنشوف برضه نفس الاشي اللي هي على الروف اكس واي، بعرض قيم الشير اللي هي V13 وV23. طبعا عندي هنا الخزان مربع، فبالتالي مش ضروري انا اقرا من جميع يعني V13 وV23، يمكن اقرا مثلا فقط V13. نفس الشيء بالنسبه للمومنت، نفس الشيء بالنسبه لايش؟ للتنشن. والقاعده برضه نفس الطريقه.
طيب أنا هيك الفيديو عندي خلاص، أي سؤال بإمكانكم تسألوني إياه، يعطيكم العافية.